قصة الليلة من سلسلة نتاع متتبعة من المتتبعات اللي راسلتني على الانستغرام وطلبت مني باش انني نشارك حكايتها معكم. حكاية عجيبة وغريبة عن السحر واول خطرة غادي نسمعها. كيفاش غادي تتأذى بالسحر والشعوذة عن طريق دمية؟ حكاية واقعية اللي خاصنا نحطوها كعبرة باش نعرفوا العالم اللي داير بينا والخبث نتاع بعض البشر اللي يقدر يكون من لحمنا ودمنا ويأذينا. ما تمشوا فين وخليكم باش تسمعوا قصة الليلة. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه. شكرا من القلب على الحكايه الاخيره اللي حطيت لكم نتاع البنت اللي كتعاني بوحدها في الغربه. شكرا لانه بزاف منكم اللي تجاوب مع هذه الحكايه. كاين اللي بكى، كاين اللي راسلني على الخاص وطلب مني باش انه يتواصل معها. شكرا لكم من القلب، وهذا هو الهدف نتاع هذا البرنامج. اي واحد فينا قدر انه يمد يد المعاونه لشي حد فهذا خير كبير. ومن غير هذا، بالنسبه للاشخاص اللي ما قدروش يديروا شي حاجه من غير انهم يخلوا ليها كلام طيب، فكونوا اكيدين باللي انكم طبطبتوا على قلبها، وهذا الكلام الجميل والرائع كان بلسم لروحها. ما تصوروش صيفطات لي ميساج وفرحانه وكتقولي راني كنقرا الرسائل تاع الناس، وهذا بحد ذاته كيطلع لي المورال ديالي. فغير بغيت نقول لكم ونذكركم بلي انه اي واحد يدير الخير كيرجع ليه بالخير، يخدم تخدم. المهم خليونا في حلقه اليوم. اذا انت ولا انت جداد على القناه كنقول لكم مرحبا بكم، راكم نورتونا. واذا انت من اهل الدار فكنقول لك الدار دارك. غير واحد التذكير خفيف باش تكونوا من الاوائل اللي كيتوصلوا بالجديد اللي كنحط ونقدر نتجاوب معاهم في التعاليق. ما تنسوش انكم تفعلوا الجرس لتحت باش نبقاو دائما على تواصل. لنبدا. كاسم مستعار صاحبة الحكاية غادي تختار مروة. كتقول مروة: غادي نشارككم حكايتي كيفاش تأذيت بالسحر من قبل عائلتي وأنا صغيرة. أنا ساكنة في دار كبيرة اللي ساكنين فيها بزاف ديال العائلات اللي هما عائلتي. الدار اللي فيها هذه كتحسد هذه، والعدوزة تدير الفرق ما بين حفايدها وعريستها وحتى ولادها. كتقول مروة: باش نكون معك صريحة وواضحة، العائلة ديالي في الصغيرة والكبيرة كيلتجؤوا للعرافات وما يجاورهما. اللي بغات منهم تحبل كتمشي عند الشوافة، اللي بغات راجلها يبقى يبغيها كتمشي عند المشعوذة تتخربق وكتجي كتوكلوا. أي حاجة بسيطة عندنا كتوقع كيمشي وكيجروا ويدقوا هذا الباب. ديما تيقنعوا ريوسهم باللي كيبغيو يديروا الخير لريوسهم، ولكن حنا اللي كنا كنتأذاو، حنا الدراري الصغار ديالهم. الحكايه اللي غادي نشارككم الليله ماشي فيها بوحدي اللي غادي نكون ضحيه، ولكن انا هي اكثر وحده غادي تاكل الدقه الصحيحه حيتاش غادي نتأذى وانا صغيره. خليني نبدا معكم من البدايه. ماما غادي تزوج بولد عمها اللي هي وياه غيكبروا في دار وحده، وحتى ملي غادي يتزوجوا غادي يبقاو ساكنين في ديك الدار الكبيره وديال جدودهم. وانا الصغيره كنت كنعقل كانوا ديما كيجيبوا شي فقيه عندنا للدار وكيديروا ليالي. كانوا خارقين في هذا العالم. لما كنا كنلعبوا انا ولاد العائله كنلقاو بزاف ديال التلاميذ او كنشوفوا شي حوايج غريبه كتوقع في ديك الدار. ديما كنشوف شي خيال بالنهار، ولكن في الليل كانوا تيكونوا بزاف وكنت ديما مخلوعه وكنغوت ونبكي. من غير هذا كان واحد الحقد ما بين ماما ماما وماما بابا. كيف ما قلت لكم كنا ساكنين في دار وحده مجموعين. ماما ماما وماما بابا كانوا تيسحروا لبعضهم وكنا ساكنين في دار وحده. هذاك السحر كان تيأثر فينا حنا بلا ما نحسو، انا ولاد عمي ولاد خالاتي. لما كنا باقيين صغار فاش كنا كنلعبوا ما تنحسوش حتى كندوزو على شي حاجه مرشوشه اولا شي ورقه، وكل مره كان شي حاجه اخرى. المهم وحنا تنكبروا بدينا تنفهموا باللي انه كانوا مشاكل كبار ما بين العائله وحاقدين على بعضهم لدرجه كبيره اللي كتخليهم انهم يسحروا لبعضياتهم. قبل ما نجي الحياه كتعاود لي ماما كانت بقات هي وبابا ساكنين تما مع العائله، وجا الوقت فاش انها تحمل ولكن مازال ما جاب الله. كتمشي لعند الطبيب تيقول لها راه ما بك حتى شي حاجه، وبابا كذلك غادي يبقاو تخيلوا معايا 13 عام بلا ولاد. من بعد ماما غينصحوها الناس باش انها تلتاجئ لداكشي ديال فقها. فعلا ماما مشات عند شي مرا قالت ليها باش انها تشرب شي عشوب ودير شي حاجه وغادي تحمل بيا. كتعاود ليا بلي انه لما حملت بيا علاقتها مع بابا تبدلات وغادي تبدل عليها، ولا كيضربها ما بقاش كيحترمها. هزيتي راجل وحطيتي راجل، وهي كانت عارفه بلي انه هادشي ما كانش بخاطرو. تخيلوا معايا حتى ولات حالته غادي كتدهور. واحد النهار غادي يصبح حمق، ولا كيخرج للزنقه ويقطع لحوايجو، ولا كيغوت وكيخرج بالحفا. عقلو طار من بلاصتو. غادي يحمقو بابا. في ديك الفتره ما كانش يدخل الدار، ديما كان على برا. بعد المرات كيديو للسبيطار ديال الحومه وكيخليوه تما وهو تيخرج ليهم تيهرب. من بعد غادي تجي واحد الفتره فاش انه غيبقى يولي كيطج
كيخرج على المدينة. ماشي بزاف غادي يقولوا لنا بلي انه للأسف بابا راه مات بسبب الإهمال والظروف الصحية في ذلك الوقت. انا ذاك كانت عندي 6 سنين، ما عنديش معاه ذكريات وما عقلتش عليه بزاف، حيتاش قليل فين كنت كنشوفه وما دوزش معاه والو. تخيلوا معايا، حتى من تصور عندي 3 فيهم انا وياه بالحساب. في الطفولة ديالي كنت كنعقل غير على هذاك الحقد اللي كان ما بين العائلات ودائما المشاكل وتسحروا لبعضياتهم، هادشي اللي بقى ليا في دماغي. وقت ما كنت كنلعب كنلقى شي حاجات مرشوشين في الارض، اولا شي كتابات، اولا شي طلاميس فيهم الشعر، ولا شي مشوار عامر بالدم. انا ولاد عمي ولاد خالتي كنلقاو هادشي في السطح ولا في الجردة، كنهزوه كنحلوه كنبقاو كنشوفو فيه وكنزيدو. ما كناش فاهمين بزاف اش داكشي او واعيين بالتاثير ديالو اولا المضره ديالو علينا. فمن بعد ماما سالات العده ديالها غادي تزوج بواحد الراجل واحد اخر واللي هو الصديق ديال العائله اللي كان تيعرف حتى بابا الله يرحمه. كنت كنعقل فاش كان بابا مريض كان ديما تيدور معايا وكيعطي الزكاه لماما. فلما تزوجت به ماما ما تاثرتش حيتاش اصلا عندي انطباع زوين معاه ومع كيفاش كان تيعاملني. المهم غادي نمشيو نسكنوا معاه. انا ديك الساعه كانت عندي 7 سنين، وليت كنمشي للمدرسه بحال كاع الدراري في السن ديالي. فاذا بي كتجيني واحد نوبات الصرع، تنطيح كنتعوج كنغوت. ماما غادي تديني عند الطبيب اللي غادي يشخصني ويقول ليها بلي انه عندي صرع، خاصني نشرب واحد الدواء وندير الشبكه على راسي. كنت كنتبع هذاك الدواء ولكن ما كانش شي تحسن. كنت دائما غدا المدرسه حتى كنطيح في الزنقه اولا في وسط القسم. وبلا ما نقول لكم التنمر اللي كنت كنتعرض ليه في ديك الوقت والنظرات نتاع التلامذ وانا باقا صغيره. انا ما كنتش فاهمه اش هادشي تيوقع ليا من غير اني كل ساعه كيخصني نشرب الدواء وندير التحاليل وماما كتجري ما بين طبيب لطبيب. واحد النهار باقا كنعقل في هذا السن ديال 7 سنين غادي نوض الصباح وندخل المرحاض اعزكم الله باش نغسل وجهي، وطحت وبقيت غير كنخرج الكشكوشه من فمي. من بعد ما شافني راجل ماما غادي يمشي تيجري عند جارنا يزوقو يديني للسبيطار حيتاش كانت عنده الطوموبيل. غادي يقول لي هذاك الجار انا غادي ندير لك واحد الحاجه احسن من هذه، حيت هو كان عارف شنو كان تيوقع ليا وعارف بلي انه عينه ما مشو للسبيطارات والطب وما كانش شي تحسن. قال لي انا تنعرف واحد الفقيه غادي نجيبو يقرا لك على هاد البنت، جرب وان شاء الله يجيب ربي عليه يدو الشفاء. انا عرفت بلي انكم عييتو ما تجاروا من عند الاطباء ولكن ما لقيتوش الحل. فعلا غادي يجيبوا لي هاد الفقيه. انا كنت غايبه ما كنت عارفه والو، وعلى ما قالت لي ماما بلي غادي يبدا هذاك السيد تيقرا عليا القران فاذا بي غيبدا يتكلم فيا الجن ويقول الفقيه بلي حنا عائله بولادهم. فعلا حتى هذوك الجن الصغار كانوا كيتحاوروا مع الفقيه، غادي يسولهم شكون نتوما وعلاش هنا. قالوا ليه حنا هنا حيت هاد البنت عندها سحر. غيقول لهم الفقيه ممكن تقول لنا فين هو هاد السحر؟ ماما كتعاود ليا بلي انه غادي نوض وندخل لبيتي ونهز واحد نونوس على شكل دب ديال الصوف، وكانت عندي واحد القوه خارقه بزاف، غادي نطير ليه راسو في السن تاع 7 سنين بدون ما نحتاج لشي مقص ولا شي حاجه. غادي يحيدوا ليا من يديا وغادي يكملوه في الحلال، وغادي يلقاو سحر وسط هذاك نونوس اللي دايرينو وسط ورق الالومنيوم على 3 ديال المرات. بلا ما نقول لكم هذاك نونو شنو كان تيعني ليا. تخيلوا ما كنتش كنعس بلا بيه، وفين ما مشيت كيخص يكون معايا، ما كنتحركش بلا بيه. تخيلوا ديما ما دايره في التصبين كيتصبن، وعمر ما جات في بالنا باللي انه في الداخل غادي يكون شي سحر. المهم غادي يحلوه غادي يلقاو فيه الشعر وشي طريفات من الحوايج ديالي انا وماما. فلما فتحوا هذا السحر ماشي هنا غادي تسالي القصه، ولكن بالعكس عاد غادي يبداو معاناه واحد اخرين. بما كان انه هذا السحر يعني راه كاين سحر واحد اخر وكاين توكل، فما كفاهمهمش انهم يسحروني ولكن غادي يوكلوني السم اللي من بعد ما غادي يبدا يقرا عليا بديت كنرجع بدون توقف. لما فقت غنتخلع وانا باقي عندي غير 7 سنين. بقيت كنسولهم واش هادشي كان في كرشي، واش انا اللي رجعته. راجل ماما الله يجازيه بالخير غيبدا يديني عند شيوخ وخروقات حتى تحسنت. عانيت وانا صغيره، تعذبت بزاف في صحتي. تخيلوا كانوا كيشربوني بزاف ديال العشوب باش نرجع داك التوكال اللي كليت. وقفت القرايه حيتاش ديما كانوا عندي جلسات علاجيه، وكان الفقيه كل مره تيخرج مني جن واحد حيتاش كنت قلت لكم بلي انه كانت ساكنهني عائله. الرحله ديال العلاج ديالي غادي تستمر حتى درت 10 سنين وانا موقفه على القرايه، وكنشدو طريق طويله باش نمشيو عند واحد الراقي في مدينه واحده اخرى اللي فدوك الحصات ما كنت نعقل على والو
وليت كنخاف نعس بوحدي ونخرج بوحدي، كنت عايشه في رعب. فمن بعد ما دوزت هذه المرحله غادي يقول لهم الفقيه بلي انه صافي بريت وصفيت، ولكن عمرني ننسى شنو كنت كنشوف من كوابيس فاش كنت كنعس وكنحلم بيهم، اولا تنحس بشي ريح خفيفه في ودني وانا ناعسه كانه شي حد ناعس حدايا وانا راه ما معايا حتى حد. تقدر تكون بالنسبه لشي واحد كبير شي حاجه عادي، ولكن انا كطفله كنت عايشه الرعب اللي صعيب انني نتحمله او للجسد الصغير ديالي انه يتحمله. المهم الحمد لله من ديك الوقت ما عاودش جاتني شي حاله، ولكن دائما وليت حاضيه راسي من عمامتي حيت نسيت ما قلت لكم بلي انهم هم اللي اذوني. هذاك النونوس اللي كان عزيز عليا جابته لي واحد عمتي في عيد ميلادي لما كانت عندي 5 سنين، وكنت غنطير بالفرحه حيت عجبني والالوان اللي كانوا فيه زوينين، داكشي باش عرفنا بلي انها هي السبب. تقدروا تصدموا ولكن صراحه عمرنا ما قدرنا نتواجهوا مع ديك عمتي وما عمرنا قلنا لها علاش درتي داكشي. ديما كنت كنلقاهم في المناسبات وكيشوفوني وكنضحك معاهم وكيعنقوني بحال ما كاين والو، ما بغيناهمش يعرفونا بلي عرفنا باش ما يزيدوش ياذيونا اكثر ويخليو عند بالهم بلي انه راه داكشي باقي وحنا راه مازال مشغولين معاه. وانا متاكده كيف اداوني وانا صغيره حتى دابا راه باقيين خدامين في نفس الفعيل، ولكن متاكده اكثر بلي انه ربي حافظني ولطف بيا. انا دابا في عمري 21 سنه وتعالجت وبقاو غير الذكريات اللي خلاو فيا بصمه اني نكبر وما نتيق حتى شي حد على وجه الكره الارضيه وما ناخذ ولا ناكل من عند حتى شي حد. وليت ما كنقدرش نتيق لدرجه انه اذا تعرضنا لشي عرس ما كنمشيش نقدر نلبس اولا نكري شي تكشيطه من عند شي حد ما كنعرفوش. الحمد لله ربي وقف معايا، وانا تنقول لكم باللي انه خاصكم تحضروا رؤوسكم وما تثقوش حتى في القريب، حيت كاين واحد النوع اللي فاتوا مرحله الكراهيه والحقد ودخلوا للانتقام عن طريق الشيطانيه ومقطعين يديهم من رحمه مولانا. تخيلوا انا اليوم سمحت لهم، علاش؟ حيت ربي خرج فيهم الايات ديولو حتى شفتهم معذبين في الدنيا مع صحتهم مع ولادهم وحتى مع اللي داير بهم. وهذه كانت حكايه مروه. يقول الله تعالى في كتابه العزيز ولا يفلح الساحر من حيث اتى، وان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ايضا قال من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد عليه الصلاه والسلام. واخيرا الهدف من هذا النوع ديال القصص اللي كنشارك معكم كيف تنقول لكم دائما ماشي باش نخلعكم او باش انكم تخافوا، ولكن باش تحصنوا رؤوسكم بذكر الله صباح مساء وتعرفوا تردوا البال من كل شيء حتى اللي مقرب لكم. نتلاقاو بعد غدا في حلقه جديده، دمتم في رعايه الله وحفظه، ما تنسونيش من الاعجاب. سلام سلام.